ذكرنا في المقاطع السابقة عن القبائل القحطانية، وهي قبائل كهلان بن سبأ وقبائل حمير بن سبأ، وقلنا بأن عدنان هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. تنسب كافة القبائل العدنانية إلى نزار بن معد بن عدنان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قبائل مضر بن نزار، وقبائل ربيعة بن نزار، وقبائل إياد بن نزار. قبائل مضر بن نزار تنقسم إلى قسمين كبيرين، وهي قبائل إلياس بن مضر وتسمى قبائل خندف، وقبائل قيس عيلان بن مضر. قبائل إلياس بن مضر أو قبائل خندف منها قبائل كنانة، وكنانة هو ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان.